وانتي ما بقيت شي كمان مخزن هاو واش ما كاين مخزن في البلاد ولا هاو مشيت البون فيا لا تقتلني مشيت لامريكات ما احتقني واش انا يهودية ولا هاو ولدي هاو ولدي حبيبي رانا 16 كارت وسبديتو ولدي حبيبي هاو خيي خيي وليدي ورانا كلب وتنبح وما عرف قالش عليا المخزن ولدي واش ما كاين مخزن في البلاد هاو اعتقوني بولدي ولدي مشى ولدي حبيبي واش انا مالي يهودية واش انا مالي يهودية يا ربي يا ربي اعتقوني بوليدي وراه ولدي مشى راجلي وراه ولدي ما مشاش ولدي راه ميت حر وراه ولدي طاح قدامهم ومشى وشافوه بعينيهم واش المخزن ما كاينش واش ما بانش ليكم ولدي ولا المخزن وانا يهودية ولا المخزن وما كاين جدار بيا المخزن وما كاين ابون بيا المخزن من البارح ما يشربش صبر شوف دعيلي ابن الخيرة دعيلي دعيلي ابن الرحمة الله يرضي عليك لالا شوف رسالة رسالتك للمسؤولين يتدخلوا يتعاونوا معاكم الناس ديال المجتمع المدني ديال الرمان وعتقوا فيها مشات تا هو تا وليدي مشى ليا سي معذبين طالبين من السلطه تجي دير شي حل لا حل حتى حاجه ما كاينه حتى حاجه حنا هاد السيد راه بقى فينا راه دري صغير راه بغينا السلطه المالية بالامر تجي دير شي حل تخرج حنا تنعيطوا بغينا الحل فين هو المدنيه فين هو الدرك الملكي فين هما الناس المعنيين بالامر بغيناهم يشوفوا لنا الدري هذا جيت تحت سول فيكم خويا بغينا الناس بغينا الوقايه المدنيه اول حاجه هي الوقايه المدنيه قانونيه تجي تشوف لنا السيد هذا فين هو بغينا الناس المعينين بالامر رجال الدرك الملكي خصهم يكونوا في الساعه هذه خويا تنتمناو بان الرساله خويا الرساله بغيت نوصل لجلاله الملك فين هما الناس ديال الدرك الملكي بغيناهم دابا واش كاين شي رجل درك ملكي دابا كاين شي رجل سلطه ما كاين والو كاين واحد المعني بامر هو كيوصل لك شي للقائد ولا حنا ما عندناش هادشي حنا بغينا المخزن يحضر بغينا الناس المعنيه بالامر ما خلوش ولا وين رئيس المجلس البلدي فينا هو الدار ديالو هو شنو كاين ما كاين حتى حاجه اخويا رانا تنتحرق اخوتي اهو واح وليدي مشى ليا واح وليدي مشى ليا واح وليدي مشى ليا بشمته 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 خويا واح وليدي مشى ليا بشمته واح عباد الله 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 الدري عنده 16 سنة كاميرا في السابعة هاد العام جروا الماء من الباب حيت قلبو ما كاينش اللي جا سول فيكم ما كاينش لا والو لا بالراسي واش هضر ميا عيطوا عليا مشيت عندهم فيه صافي ما كاينش كاينه حتى حاجة واخا آخر مرة شفتي ولدك آخر مرة شفتي ولدك يا مش في السوق يا مش الأربعة تلاقيتي معاه في السوق أييه وعطيته باش يتغدى ومشى في حالته جا المدرسة وأنا طلعت للمحل شنو قال لك ملي عطيتيه فلوس؟ قال لي حتى حاجة قال لي حدو عطيته 140 ريال قال لي لا بابا ما قادانيش ما قادانيش جبت الفرانك عطيتها ليه ومشى مسكين هذا الشيء اللي كان سي محمد وحاط لي كالا تاع عورت بيا تيقول لي أنا مزوق في كومبو أنا مزوق في بلا ما خلص عليا قلت له شوف أوليدي خليت الغدا غنسوق صح عليا غندي شي فهيم ودابا رانا مشغول حتى الغدا هذا ونجيب ندوز عاد هذاك الحشره في القشله ونديها لك معايا قال لي يا صافي هادشي اللي كاين ودي محمد معاش كيخرج من المدرسه تيخرج مع السته ما كاينش ناقل المدرسه عندنا لا والو ما كايناش كايناش اسي محمد خويا انتم ساكنين في علام القراوي ساكنين في العروبيه الفوق العروبيه ما كاينش عندكم ترونسبور لا والو لا والو اصاحبي ما كاينش واخا رساله للمسؤولين اللي كيشوفوك دابا شنو توجه لهم واش غنوجه لهم عاونوني ويجبدوا لي عاوني عاونوني ويجبدوا لي عاوني عمر بغا يعاودوا فوق دعي لي من الكبيرة دعي لي بالرحمة دعي لي بالرحمة نعم سيدي مسؤولين الحاضر اللي بغاو على الناس بدار خير عاوني انا ما حصلت حتى حاجة مسؤول قايدة القايدة هذا اللي بقى واحد والو حبيبي ماشي دوق لا شي شقات لكم هذا الشاب هذاك ماشي بقى فينا ندمنا قولي والدي مشاكل انا غادي هنا
دابا حنا بغينا القايد. صبر اخويا صبر صبر الحاج الله يسخر توليدي. داخل داخل شحال لا تسكر خاطر على راسك. شمت وليدي حاجة البلاد مدمرة. لكن يا وليدي شمت وليدي شمت وليدي كون عاد كون عام رضية كون عا هزيتو كون عا حكيتو كون عاد ديتو السبيطار كون عاد جبدتو ما جاش ما خدش السبر ديلو ديالو وليدي خدش السبر ديلو لقينا السبر ديلو هو سميتها وطابية السبر ديلو والطابية ديالو اللي لقيناها ما وليدي وواحد واحد مكرهاش حتى هو ديالو صغيرة ما صنعهاش سوى الكتاب اللي صنع ديالو هاد البلاد فيها الظلم ماشي شي بغينا نوصل للمسؤولين هاد البلاد فيها الظلم عرفتي الظلم في هاد البلاد هادي المتابعين الكرام هاد السيتي هو طارق هو طارق السبب الوحيد وكنشوفوا حتى هاد هاد الواد هذا عامر بالشجر يعني ما يخليش المنيه هذاك اللي جا منه اللي جا منه ما كاينه لا طريق لا شي حاجه وكان طريق شي ما غيوقعش على الاقل غيكون ترانسبور واخا بالنسبه للمرحوم الاخ ديالك ياك انت شفتيه البارح انا ما كنتش سمعت عليه هذا سمعت اخبار اخر مره انت شفتيه فين شفتو شي 15 يوم دور ولدي اخر مره عيطوا لي الدراري اللي كانوا معايا البارح عيطوا لي ملي ماشي الله غادي بيه الواد قالوا لي اخوك راه غادي بيه الواد يعني شافوه شي شافوه يعني كانوا مع اربعه الدراري كانوا مع اربعه ديال الدراري شافوه غادي بيه الواد غادي كانوا ثلاثه هو الرابع هو داهم والاخرين شنو وقع ليه هو كان باغي يقطع ولا شنو احكي لنا كانت الواش الواد حامل صافي الدراري شعلوه بعد شدوه بعد هي جم غادي مقاطعين وطلقوا هو مشى هما مشاو سلفوا قطعوا الواد هذيك ما واد ما والو هذاك عطريق عطريق ما كاينش قنطره تما ولا ما كاينه لا قنطره لا حتى شي حاجه وخدعوا لي المغفره الله يرحمه الله يصبركم واش كتسوا كتسولوا على الواد شوفوا الطريق ما تسولوا على الواد شوفوا علي عاد سولوا على الطريق يعني الناس المنتخبون اللي الناس المنتخبون اللي كتنتخبوا عليهم واش جا عندكم شي حد ما كاينش اللي جا ما كاينش اللي يسول ولا اللي يطلع ولا هاد الناس اللي بغات تسول عليهم هاد الناس يعني كتصوتوا عليهم نورمال باش يكون حاضر كل حاضر دابا سوي يهضر معاك يهضر معاك انت فين هما الناس وريني رجال الدارك حنا ما كنعرفوهمش اخويا كون جاو وخدينا معاهم حنا ما عندناش مشكل مازال الوقايه المدنيه الوقايه المدنيه من حقهم هما اللي خاصهم تشوفوا واش فهموا سيارات غارقين ما جاش حد دخل خاصكم تشوفوا الطريق ديال اللي طلع اللي هو الطريق خاصهم يجيو يقلبوا معاكم خاصهم يجيو واحد الدار ما قادرش كيفاش يخرج يعني باقا الناس محاصره في البيوت ديالها الله يصبركم اخويا عندو هاد الناس هادو كتقلبوا على داك جيراننا كنساندو وما عندنا ما لقيناش اللي يساندو ما لقينا حتى واحد يساندو حنا تنتعاونوا معاهم ونعوينه والله الناس اللي انتخبتوهم فينا هما ماشي الناس واحد اخويا ماشي الناس واحد الانتخابات كيدوروا عليكم في الانتخابات الوراق وكله كيغوت من جهه كله كيعطيك من جهه وعاد هذا من وقفنا عليهم ماشي حتى واحد لا حول ولا قوه هادشي اللي كاين راه خصنا الطريق قاعد لا خصنا الطريق لا ورينا ديك السبيري ديال هادي ديال الضحيه ديال السيد اللي مات هادي هادي ديال الدري اللي جابو الواد الله يرحمه مسكين لقينا هاد السبرديله لقينا الطابليه ديالو شاده على الشجره لقينا الكونيشه ديالو الدري فينا هو خص الناس المسؤولين يخرجوا يتعاونوا مع هاد الناس هادو حتى هما يقلبوا كان نديرو حنا واش نهبشوا بيدينا ما كاين تراكسات ما كاين حتى حاجه ما كاين الوقايه المدنيه تنعيطوا لهم ما كيجاوبوش كاع راه والله ما ان هذا من خير فتحيه لكم من هذا المنبر تحيه للساكنه ديال الرماني اللي كتضامن مع هاد المرحوم متتبع قناه بي بريس يعني كما كتشوفوا يعني الجيران والاب ديالو يعني نازلين في الواد يعني كيقلبوا على الطفل اللي جرفاتو المياه يعني كتشوف يعني الاب ديالو والعائله ديالو والجيران يعني كلهم هابطين في الواد يعني في هاد الاثناء يعني كيبحثوا على الطفل اللي جرفته السيول ما تنساوش تابوناو في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس وتبارطاجيو مع صحابكم.